الأخبار من ATV العدالة، وفيها إيضاح من الرئاسة التشريعية: التصويت على تشكيل لجنة التحقيق لا يسقط التصويت على طرح الثقة. من مستشفى الجهراء، الطالب جابر العنزي يروي لمراسل ATV العدالة تفاصيل الاعتداء. قرارات التربية بشأن اختبارات الثانوية العامة: تمسك بالتطبيق من الوزير وتصعيد من الطلبة المحتجين. ومن العناوين إلى التفاصيل: أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن جلسة الغد ستشهد التصويت على طلبي طرح الثقة في وزيري النفط والشؤون، كذلك التصويت على طلب لجنة التحقيق فيما يتعلق بمحاور استجواب الرشيدي. وأوضح الغانم أن التصويت على طلب طرح الثقة ليس له علاقة بتشكيل لجنة التحقيق ولا يؤثر عليه. بالنسبة لجلسة الغد، كما هو واضح في الدعوة الموجهة مني للأخوة الأفاضل أعضاء مجلس الأمة، سيتم التصويت على طلبي طرح الثقة في الوزيرين، وأيضا سيتم التصويت على طلب تشكيل لجنة التحقيق فيما يتعلق في محاور استجواب وزير النفط. لجنة التحقيق لا تلغي التصويت على طلب طرح الثقة، سواء كان التصويت عليها قبل أو بعد من الناحية الدستورية والقانونية واللائحية. أما من الناحية المنطقية، فكل يعني فريق له وجهة نظر في نهاية، وأبلغوني يعني الفريقين بوجهتي النظر. القرار راح يكون للمجلس. وفي رد على سؤال لمراسل ATV العدالة عيد الفضلي حول موعد فض دور الانعقاد، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن مكتب المجلس ناقش الموضوع، مشيرا إلى أن المجلس بحاجة إلى جلسات إضافية لإنهاء مناقشة الميزانيات. فض دور الانعقاد تطرقتوا لليوم في مجلس؟ ناقشنا في مكتب المجلس الجلسات الإضافية التي نحتاجها لإقرار تقارير الميزانية، وحضر السيد عدنان عبد الصمد مشكورا اجتماع اللجنة، ويعني تناقشنا معه في مدى إمكانية انتهاء اللجنة من تقاريرها. في تقريرين راح يكونون في الجلسة العادية القادمة، سنحتاج يمكن إلى 3 أو 4 جلسات إضافية. لدينا مقترح في مكتب المجلس حتى نتفادى أن تكون هناك جلسات في العشر الأواخر، سننتهي إن شاء الله من إقراره في اجتماع مكتب المجلس القادم، ثم سيعرض على المجلس للموافقة عليه أو رفضه. فيما يتعلق بالوعد لكم بالغداء إن شاء الله، بس نخلص الاستجوابات، أنا على وعدي، بس على الجميع أن يتحلى بروح الرياضية. التصريح رسمي بعد. نعم، تراه امام الاعلام. واضح، لا واضح، دبل غدا لا تكفي وعدي. مباراه وافي ما يحتاج. بالنسبه للمباراه، حاضر برمضان ان شاء الله. في تصريح لمراسل ATV العدالة عيد الفضلي، جدد النائب عمر الطبطبائي إعلان موقفه الرافض لطلب طرح الثقة في وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، مؤكدا من جهة ثانية على أن عدم محاسبة القيادات النفطية يعني أن المساءلة قادمة لرئيس الوزراء، وذلك دفاعا عن الأموال العامة. طبعا الاستجواب اللي تم تقديمه من يوم الأخ عبدالوهاب بابطين هو الاستجواب الوحيد في دور الانعقاد هذا أو في المجلس الحالي اللي يتعلق في الأموال العامة، وهناك كلام غير صحيح بأن لم تتدرج مع الوزير وإلى آخره. أنا تدرجت في كل المراحل، ومن قبل كنت متدرج مع الأخ عصام مرزوق، ولكن تمت استغالة الحكومة. المحاور هي هناك في فترة الأخ عصام مرزوق كانوا في نواب يبون يدخلون معنا في الاستجابات، لكن الغريب أنه يوم قدمت نفس المحاور للوزير الحالي هؤلاء النواب كانوا مدافعين عن الوزير، وهي نفس المحاور. احنا ما لنا اي مشكله شخصيه مع الوزير، احنا عندنا اعمال وعندنا اموال عامه تنهب بطريقه او اخرى. لذلك غدا الشعب الكويتي راح يشوف من يدافع عن الاموال العامه ومن يدافع عن مصالح الخاصه، ومن يعني اللي في بعض الامراض ان كانت طائفيه او قبليه او عنصريه، هذا باكر كله راح يبين. اما استجواب السابع هند صبيح ام احمد، حق
الأخ عاشور مقدم الاستجواب في هذا الاستجواب، وما حد يستطيع أن ينازعه. بكرة راح يبين تصويت النواب خاصة عقب ما الأخ عاشور وضع استقالته ويحتاج بعض الإثباتات من أم أحمد وردت عليه أم أحمد أتوقع أمس. أنا إلى الآن إلى هذه اللحظة لن أطرح الثقة. يصير شيء باكر يغير الموازين هذا أمر آخر، تتدري في داخل قاعة عبد الله السالم هناك أمور كثيرة تتغير. يعني إحنا شفنا باستجوابنا هناك ردة فعل من بعض الأشخاص بسبب وصول طلب طرح الثقة وزير النفط إلى 10 وهم نواب، يعني بعضهم متحالفين مع الحكومة، كانوا بيثأرون يعني داسوا كل الأعراف السياسية والدستورية داخل قاعة عبد الله السالم، وكان فقط ثأر أساس يوصلون ورقة أم أحمد إلى 10 أصوات. وكنت مستغرب ليش ما سوى نفس الحركة على رئيس مجلس الوزراء، لكن تدري يعني في قرارات ما تكون بيدهم. ولكن احنا ما نشتغل طبعا في هذا الطريق، نحن عندنا قناعات ونحن نستمع ونحدد مواقفنا. توقعاتك باكر الوزيرين راح يعدون ولا؟ والله الحكومة عندها أغلبية مريحة، ولكن مو هذا السؤال. السؤال ماذا بعد استجواب وزير النفط؟ هل ستحاسب أو هل سيتم محاسبة القيادات النفطية أم لا؟ فإن لم تكون هناك محاسبة لهم سيحاسب الشخص الأول في الحكومة وهو رئيس مجلس الوزراء. وفي تصريح آخر لمراسل ATV العدالة عيد الفضلي، قال النائب أسامة الشاهين إنه لن يؤيد طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لأن الاستجواب لا علاقة له بالسياسات العامة للوزارة، مؤكدا أن ما قامت به سليم فيما يتعلق بحل جمعية الثقلين. نحن الآن أمام ممارسة نيابية مختلفة، رئيس مجلس إدارة لجمعية تعرض لعقوبة إدارية، بدل أن يذهب للقضاء يقوم باستغلال الوسيلة النيابية للانتقام من متخذ القرار. أنا أظن هذه ممارسة خاطئة وغير سليمة، وسلوك الوزارة سليم، فلا يصح أن تكون جمعيات نفع عام يعني مثل ما نقول على رأس هريشة. في جمعيات نفع عام نراقبها ونكشف على كل دينار منها، وجمعيات نفع عام بحجة البعد عن الطائفية نبتعد عنها ونترك تبرعاتها أو صدقاتها أو أخماسها دون تعيين خارج نطاق التغطية الحكومية. فهذا السلوك خاطئ لا نقبله، ونحيي الوزيرة على خطوتها بإغلاق الجمعية وأي خطوة قد تكون اتخذتها تجاه أي جمعية خالفت نظامها الأساسي أو أغراضها. وبالتالي أنا لن أقف مع طرح الثقة بالوزيرة هذه المرة للاختلاف الشاسع في الممارسة النيابية. هذا المجلس لا توجد به كتل من أي شكل، وسيكون للزملاء الأفاضل مواقف معلنة أظنها لن تكون بعيدة عن موقفي، لكن نحن أنا ما قمت به اليوم هو تعبير عن موقفي كأسامة الشاهين عضو في البرلمان، والزملاء معنيين كل على حدة ببيان موقفه والدفاع عنه. تمكن رجال مباحث الجهراء من ضبط شابين من غير محددي الجنسية، فيما لا يزال البحث جاريا عن كويتي وآخرين بعد اعتدائهم بالضرب المبرح وباستخدام آلات حادة على طالب كويتي أمام والده وكيل ضابط. وقد توجه مراسل ATV العدالة فهد الزايد إلى مستشفى الجهراء للتعرف على تفاصيل الواقعة من الطالب المعتدى عليه جابر العنزي. هم كانوا سكارهم مثرهم بالشارع يعني بحالة غير طبيعية. المسجل يحصون بالشارع. وقفتهم قلت لهم في ناس نايم لا تنزلون دوني ولا تحرك. قال لي مالك شو حرك شد داخل بس ما عرفتي مدرسة. بس نزلت أنا نزلت ولا دعمها قوية سمعت. دعم السيارات اللي قدام الباب كله. نزل معنا أنا وأبوي حنا أول حاش راح بيته هذا أخوانا جاء هو أخوانا مع واحد مع سيف من كنا واحد مع مضربة صارف يعني بينهم طقني هني بالأخر بس هذا زين الإصابة شنو الحين التقرير بالنسبة له؟ بالنسبة لي كسر بالجنب. أعرف أن ساكن شارع ناس صار له يمكن كم أسبوع ساكن شارع.
عقب اجتماعه مع وكيلة التعليم العام ومديري المناطق، قال وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي إن الوزارة مستمرة في قراراتها الصادرة، مطالبا إياهم بالتأكد من وجود الأركان كاملة في محاضر الغش. وشدد العازمي للمعتصمين الرافضين للقرارات المستجدة بشأن اختبارات الثانوية العامة على أن قرار تدوير مديري الثانويات لن يضير الطلبة ولا علاقة لهم فيه، مؤكدا أن اللائحة الجديدة تضر الغشاشين فقط، ومن يظلم أنا أرفع المحضر عنه. أشكر قناة العدالة على هذه الاستضافة، والهدف من اعتصامي هدف سامي جدا، ولكن في احتجاج على قرارات وزير التربية التعسفية الجديدة اللي من ضمنها تغيير موعد اختبارات الصف الثاني عشر إلى شهر رمضان المبارك، طرق التفتيش في بعض اللجان والمدارس، لائحة الغش الجديدة. طبعا في البداية نقول احنا طبعا كلنا عارفين ان الصف الثاني عشر هو اهم مرحلة في حياة كل طالب، هي مرحلة التخرج، فالقرار ان في تغيير موعد اختبارات الصف الثاني عشر في شهر رمضان، واحنا كلنا عارفين شلون درجة الحرارة بالصيف عندنا، والطالب يكون صايم وهو يحتاج انه يكون بكامل تركيزه وبكامل يعني نشاطه على اساس يقدم اختباره ويحصل على افضل نسبة يقدر يجيبها. الشغلة الثانية طرق التفتيش في بعض المدارس واللجان، طرق التفتيش فيها إهانة لا تصدق، من طريقة لمس للجسم، من طريقة تفتيش الأذن، من طريقة الأجهزة اللي يمسكها كل مراقب ويمررها على الطالب ما بين إيده ما حول رأسه وناحية بطنه، فهذا طالب علم جاي يقدم اختبار ويمشي، مو مجرم اني اعامله مثل هذه المعاملة. وطبعا غير اجهزة التشويش اللي منعتها وزارة الصحة من المساجد ومن دور السينما، وحاليا تستخدم في قاعات الاختبارات من غير علم وزارة الصحة. وللعلم ان في كذا تصريح من تصريحات وزارة الصحة في الكورسات اللي طافت ان صرحوا أن وجهوا كتاب تمنع استخدام مثل هذه الأجهزة في الاختبارات أو في أي كان. الشغلة الثالثة، إحنا ما نشجع الغش ولا ندافع عن اللي غش، لكن لازم ننظر لأن لهذه المرحلة الدراسية أن فيها الكثير من المراهقين، والمراهق وارد منه أي شيء وأي فعل، فلما نقول في حال ضبط الطالب أنه يغش في مادة من المواد يحرم من جميع المواد ويفصل ويبغى للإعادة، أنا ما نظرت من نظرة الأبوة، أنا قاعد أحارب طالب العلم، أنا قاعد أهدم مستقبله، أنا قاعد أذي بدل ما أفيده. في طرق وايد أفضل أن نستخدمها مع الطالب، ولكن مو مثل هذه القرارات التعسفية. وطبعا لنا مطالب كثيرة، هذه البعض منها أنا تكلمتها، ولنا تكملة إن شاء الله غدا أمام مجلس الأمة، لأن بعض النواب الأفاضل تبنوا قضيتنا، وإن شاء الله راح نكون موجودين أمام مجلس الأمة وراح نعلن عن باقي طلباتنا واحتجاجنا على القرارات التعسفية. عفوا. بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل وبحضور مسؤوليها، أقامت شركة الأولى لتسويق الوقود حفل جريش للاحتفاء مع شركائها بالنجاح الذي حققته الشركة من النشأة وحتى اليوم. في الواقع احنا سنويا نعمل حفلة الجريش، وعادة كنا نعمل حفلة لموظفين الشركة وال ناجحين والأفراد الجهاز التنفيذي وغيرهم. هالسنة فضلنا بأن الشركات الاستثمارية اللي تتعاون ميا الأولى ولها دور في نجاحات الشركة وتحصيل أرباح ومكاسب للشركة، أنهم هو الجريش يكون لهم، وبالتالي احنا عملنا هالاحتفالية هذه للتعاون والتنسيق والتواصل مع الشركات الاستثمارية في كل الأبعاد اللي يشتغلون ويانا في الشركة الأولى لتسويق الوقود. والحمد لله يعني هالسنة بعد الجمعية العمومية واجتماع مجلس الإدارة حققنا أرباح يعني 3,600,000 دينار كويتي هالسنة، ووزعنا
أرباح نقدية 5% من قيمة السهم، بمعنى 5 فلوس على كل سهم. والحمد لله هذه إنجاز، هذا السنة العاشرة احنا ننجز إنجازات ونوزع أرباح سواء أسهم أو نقدي، وهذا دليل أن الشركة يعني قاعد تتطور، والحمد لله الشركة ما عندها أي مشاكل مالية أو إدارية، في هناك انسجام وتفاهم كبير بين الإدارة العليا وإدارة التنفيذية ومع الشركات المستثمرة. وكل سنة الحمد لله عندنا مشاريع جديدة استثمارية، آخرها كان مشروع ناقلات النفط اللي احنا شريناها من ألمانيا وتركيا لتطوير أسطول ناقلات، ونعتمد على أنفسنا حتى لا نتأخر أو نتعطل أو تحوشنا أي مشكلة، فبالتالي احنا نكون معتمدين على نفسنا في نقل المشتقات النفط من مخازن شركة النفط إلى محطاتنا. والله الحمد هذه خطوة أعتقد راح تدفع إلى الأمام كل العقبات اللي كانت عندنا في المرحلة الماضية. يعني دأبت الأولى الشركة الأولى للوقود زين على الاهتمام زين والحرص على التواصل مع المجتمع وفعاليات المجتمع والمشاركة في كل فعالياتها والرعايات اللي تأخذها الشركة الأولى للوقود. بصراحة يعني هذه الاحتفالية اليوم بمناسبة قريش قبل موسم قبل شهر رمضان المبارك زين، حاولنا أن على أساس أن نستقطب جميع المستثمرين اللي عندنا بالشركة الأولى للوقود في محطات الوقود من خلال عشاء وتجمع زين لزيادة التواصل معنا وبيننا وبين الممثلين الشركات المستثمرين في محطات الوقود. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يحفظك، شكرا. طال عمرك. بس يمكن نجاحات الجمهور يلمسها أكثر، لأن يمكن لاحظتوا تغيير في المحطات، تغيير جذري صار في المحطات، في خدمات توفرت بالمحطات، في أسواق مركزية فتحت، في محطات غسيل فتحت، في أشياء طبعا متطورة بعمالة مدربة. أكيد أكيد، يعني في خطط للتطوير ماشيين عليها إن شاء الله، وراح تشوفون من جيد لممتاز إن شاء الله.